معكم الأستاذ خياري، أستاذ اللغة العربية وآدابها في منصة دروس. اليوم إن شاء الله تعالى أبنائي الأفاضل سنتعرف وسنراجع مع بعضنا البعض على الاستعارة، والتي لا شك أنها تهم كل المستويات من السنة الثانية المتوسطة إلى الثالثة ثانوي. إذن الكثير من أبناء الطلبة يعرفون الاستعارة، لكن لا يعرفون كيف يفرقون بين الاستعارة بنوعها. اليوم إن شاء الله سنحاول أن نحلل الاستعارة، وفي حصص أخرى إن شاء الله تعالى سنتعرف على الكناية، وبعد ذلك كيف نفرق بين الكناية وبين الاستعارة. إذن هلما أيها الأحباب، إذن الاستعارة وأنواعها. الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. إذا ننطلق من التشبيه البليغ، نحلل ونفصل هذا التعريف. إذا نبدأ بالاستعارة، تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. ومن أنواعها المكنية. المكنية هي ما حذف فيها لفظ مشبه به. إذا نبدأ نحن بالتشبيه البليغ. لاحظ معي، الأب أسد، كان الأصل الجملة الأب كالأسد. إذن الأب أسد، لا شك أنه عندي اللازمين. إذن عندي الطرفان، الطرف الأول وهو المشبه، دقيقة واحدة، إذن الطرف الأول وهو المشبه أيها الأحباب، والطرف الثاني المشبه به. إذن الطرف الأول المشبه، الطرف الثاني المشبه به. ما دام عندي مشبه ومشبه به، فأنا ما زلت مع التشبيه، وهذا يسمى تشبيه بليغ. تعرفونه جميعا، تشبيه بليغ. إذن قلنا هو تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. ما دام الاستعارة المكنية قلنا هي ما حذف فيها لفظ مشبه به، إذن سأذهب إلى المشبه به وأحذفه هكذا، ألغيه، فيبقى عندي كلمة الأب. يبقى عندي كلمة الأب. الآن عندما أحذف المشبه فإنني لا أترك الجملة هكذا فارغة، لا قيمة لها. أقول الأسد أو الأب، فيقول لي السامع ما به الأب؟ لابد أن أكمل الجملة. إذن الآن حذفنا المشبه به، تركنا مكانه فارغ. إذن أنا أتواصل وأذهب وأتوجه إلى عائلة الأسد وأستعير منها، لذلك سميناها الاستعارة، وأستعير منها صفة من صفاتها، وأقول له عمي الأسد أنت الآن قد خرجت، قد غبت عن الجملة، فلا تترك الجملة فارغة، أعطيني صفة، هذه الصفة تجعلها قرينة أستطيع. القرينة هي أبنائي البصمة التي إن تتبعتها سأصل إلى المشبه به. إذن غاب الأسد وأقرضني وأعارني صفة من صفاته، وهو كلمة يزعر. يزعر، إذن يزعر أبنائي هي قرينته، هي قرينته، هي صفة من صفات الأسد. الآن فرض المستر أعطاني في السنة في السجي جملة الأب يزعر، فأنا هنا أول شيء أبحث عنه هو القرينة. إذن أين القرينة؟ هي يسأل. لمن يكون الزعير؟ هنا سأسأل سؤالا، لمن يكون الزعير؟ إذن الأب يسأل، الأب يسأل كالأسد. وأضعه هناك وكأنني حولت الاستعارة إلى تشبيه. الأب يسأل، أعطاني الأستاذ أبو يسأل، قال ما نوع الصورة البيانية؟ سمي الصورة البيانية. فأنا وجدت كلمة يسأل وعرفت أن يسأل لا تتناسب مع الأب، لأن الأب إنسان، إنسان لا يسأل. إذن من الذي يسأل في العادة في الواقع؟ الذي يسأل هو الأسد. إذن تقدير الكلام الأب يسأل كالأسد. عندما نقول الأب يسأل كالأسد أيها الأحباب، أعطيتك الآن جملة الأب يسأل كالأسد، حدد لي أين هو المشبه وأين هو المشبه به. نعم حسنتم، إذن الأب هو المشبه. بما شبهناه؟ شبهناه بالأسد في الزعير. إذن الآن هو المشبه به. في هذه الجملة أبنائي ليس في هذا الأب يسأل، لأعطيه هذه في السجن، الأب يسأل. ما الذي ذكرته من أطراف التشبيه؟ من أطراف التشبيه، أعيد أبنائي، إذا في التشبيه لابد أن يحضر المشبه المشبه به.
يعني بإمكاني في التشبيه أن أحذف الأداة ويسمى تشبيها، أحذف وجه شبه ويسمى تشبيها، لكن يجب علي أن أبقي على طرفي التشبيه المشبه والمشبه. في حال ما حذفت أحدهما فإنني أنتقل إلى الاستعارة. الآن لاحظوا معي الأب يسأل، ما الذي ذكر في هذه الجملة؟ إذن الذي ذكر في هذه الجملة هو الأب، إذن الأب قلنا هو المشبه، أضع أمامه علامة موجب. والأسد هل ذكر في الجملة التي قدمت لي؟ لا، أنا كتبته في مسودة، كتبته من عندي في مسودة. إذن هنا المشبه به أبناء الإزاء، فالمشبه به هو محذوف لأنه يعني لم يذكر في هذه الجملة. وأنا دائما أطلب منك أن تستعين بهذا الجدول، إذن استعين بهذا الجدول. إذن أبناء الإزاء المشبه به، تذكر جيدا المشبه به، إذا كان مشبه به موجب يعني مذكور فنسميها تصريحية، فنسميها تصريحية. الآن إذا كان مشبه به محذوف فنسميها مكنية. تعال معي نطبق الجدول هذا. المشبه به هنا هل ذكر أو حذف؟ حذف، إذن فهي استعارة مكنية، إذن هذه استعارة مكنية. أستاذ فهمت قليلا لكن أحتاج إلى فهم أكثر. نعم، عندنا مثال آخر. ها، تعال معي أيها الطالب، بكت السماء. الأستاذ أعطاني جملة بكت السماء، هل هو تشبيه؟ أستاذ لا، ما كانش طرفي تشبيه. بكت السماء، هل السماء تبكي في الحقيقة؟ أستاذ لا تبكي. ما هي الكلمة الغريبة التي جعلت الجملة جملة مجازية خيالية؟ أستاذ كلمة بكت، إذا بكت هي لا شك أنها القرينة التي سلفناها واستعرناها من جهة أخرى. نعم، إذا بكت هي القرينة، إذا هي قرينة. في رأيكم الخاص أبناء إزاء لمن يكون البكاء؟ للطفل، الطفل ولا الإنسان ولا المرأة، إذا كان أقول الطفل. إذن تقدير الكلام بكت السماء كالطفل. إذن هنا أبنائي الإعزاء، ها ما الذي ذكرنا؟ إذن تقول لي أستاذ السماء هو المشبه، بكت السماء كما يبكي الطفل، إذن السماء هو المشبه. أين هو المشبه به؟ تقول أستاذ المشبه به هو الطفل، إذن هو المشبه به. ها إذن أبنائي الأفاضل، بكت السماء وش ذكرنا؟ ذكرنا السماء، إذن السماء هو المشبه، المشبه موجب يعني ذكرناه. الطفل هل ذكرناه هنا؟ لا لم نذكر، إذن فهو محذوف. إذن مدى مشبه به محذوف، نعود إلى الجدول. المشبه به محذوف إذن مكنية، إذن فهنا أبناء إزاء استعارة مكنية. يقول لك اشرح حالي بلاغيا. إذن أبناء إزاء شبهنا السماء، شبهنا السماء بماذا؟ بالطفل، شبهنا السماء فذكرنا المشبه المستعار له وهو الطفل، ها، وحذفنا المشبه به المستعار منه وهو، فذكرنا المشبه طبعا وهو السماء، معذرة وهي السماء، كلمة السماء وليس الطفل، إذن السماء، وحذفنا المشبه به المستعار منه هو الطفل، إذن هو الطفل، وتركنا قرينة أو لازما من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية، وهذا ما يسمى بإشراح البلاغ. أستاذ أعطيني مثال ثالث حتى تثبت المكتسبات أو تثبت الموارد. نعم، إذا المثال الثالث قال تعالى واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا. هيا تعالوا معي نبحث عن الكلمة الغريبة التي حولت جملة من جملة واقعية حقيقية إلى جملة خيالية. أستاذ لا شك أنها اشتعل، الرأس لا يشتعل، إذا اشتعل هي قرينة، إذا هي قرينة. ثم السؤال الثاني الذي أطرحه، إذا لمن يكون الاشتعال؟ ما الذي يشتعل؟ قل لي أستاذ النار، الحطب، البنزين، نقول الحطب، أقول النار، إذا الحطب، الحطب يشتعل. إذا تقدير الكلام واشتعل الرأس شيبا كالحطب، واشتعل الرأس كما يشتعل الحطب، واشتعل الرأس كما يشتعل، اشتعل الرأس ها كما يشتعل الحطب. إذن أبنائي الإعزاء شبهنا الرأس بالحطب، إذن الرأس هو المشبه، الحطب هو المشبه به، المشبه به. لاحظ معي أيها الأحباب، الآن في الجملة هذه يعطيها لي
طبعا الاستاذ في السند، واشتعل الراس. شبه الايه القرانيه هذه، ما الذي ذكر؟ ذكر الراس، والراس كيف سميناه؟ سميناه مشبه. اذا مشبه ماذا مذكور؟ قل موجب. المشبه به هل ذكر في الايه القرانيه؟ لا، فانا اتيت به في المسوده فقط. اذا المشبه به محذوف. ما دام المشبه به محذوف، اذا نستنتج منطقيا ان هذه هي استعاره، هي استعاره مكنيه. اذا استعاره مكنيه، وشرحها يكون بطريقة هذه. شبهنا هنا شيء نكتبت رياضيا، نحول إلى بلاغي أو لغوي. نعم، شبهنا الرأس بالحاضر، حيث ذكرنا المشبه والرأس هاهو، وحذفنا المشبه به وهو الحطب، وتركنا قرينة دالة على مشتعلة أو لازمة على سبيل الاستعارة المكنية. سهل. نتوجه الآن إلى التصريحية. التصريحية وما صرح فيه بلفظ المشبب، يعني مشبب يكون موجب، يكون موجب. استاذ ذكرني بالجدول. أبنائي زاد دائما في الاستعارة، أبنائي الأفاضل حاولوا أن تركزوا على المشبب. المشبب في المشبب، إذا كان المشبب أيها الأحباب مذكور، يعني موجود في الجملة، مذكور يعني بلغة الرياضية موجب، فإن هذه الاستعارة هي استعارة تصريحية، تصريحية. أما أيها الأحباب إذا كان أما إذا كان المشبه به طبعا محذوف بلغة الرياضية سالب، فإن المشبه به طبعا فإن الاستعارة هي استعارة مكنية أيها الأحباب. إذا استعارة مكنية. إذا تذكروا هذا الجدول، سنجربه هنا أبنائي الأفاضل. زارنا قمر في البيت، زارنا قمر في البيت، زارنا. هل القمر يزور؟ لا يا أستاذ. إذا كلمة زارنا لا شك أنها قرينة. القمر لا يزورنا في البيت، إذا من الذي يزورنا في البيت؟ هنا سؤال، من الذي يزورنا في البيت؟ تقول الذي يزورنا في البيت هو الضيف، هو الضيف. يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. إذا الضيف هو الذي يزورنا. الآن أبني ريزة، هل أقول زارنا قمر يشبه الضيف أو زارنا ضيف يشبه القمر؟ أستاذ منطقيا زارنا ضيف، هذا الضيف من جمال روحه فهو يشبه القمر. إذا زارنا ضيف، هذا الضيف يشبه القمر، يشبه القمر. إذا كيف ترجع هك؟ إذا زارنا ضيف، هذا الضيف يشبه القمر. ما دام قلنا زارنا ضيف كالقمر أو يشبه القمر، أين هو المشبه؟ نعم أحسنتم، إذا المشبه هو الضيف، الضيف هو المشبه أيها الأحباب. أيها المشبه، إذا الضيف والمشبه. والقمر، القمر هو المشبه به، المشبه به. الآن ما الذي، من الذي ذكر في الجملة؟ ما الذي ذكر في الجملة؟ الأستاذ ذكر القمر. إذا أمام المشبه به أضع موجب. وهنا هل ذكرناه الضيف؟ هل ذكر في الجملة؟ لا، إذا أضع أمامه سالب. إذا أعود إلى المخطط، إلى الجدول. المشبه به موجب يعني مذكور، فنسميها استعارة تصريحية. إذا هذه استعارة تصريحية، إذا استعارة تصريحية. ما هي الاستعارة التصريحية التي صرح به فيها بلفظ المشبه به؟ أحد معي المثال الثاني، أتركك تفكر جيدا. ترضع الأم زهرتها، ترضع الأم زهرتها. إذا ما الذي ترضعه الأم أبني ليس؟ ما الذي ترضعه الأم؟ تقول لي أستاذ ترضع الأم ليس زهرة، بل ترضع الأم الرضيعة. أحسنتم. إذا هل أقول ترضع الأم الزهرة التي تشبه الرضيع أو الرضيع الذي يشبه الزهرة؟ وليس منطقيا نقول ترضع الأم الرضيع، هذا الرضيع يشبه أيها الأحباب الزهرة. ماذا قلنا؟ الرضيع يشبه الزهرة كالزهرة، الرضيع كالزهرة. إذا حدد لي أركان التشبيه. لا، تقول أستاذ الرضيع هو المشبه، أقول لك جزاك الله خيرا، وتقول لي يا أستاذ زهرة هو المشبه به، أقول لك بوركت،
مشبه به. إذا المشبه به هنا أبنائي لذا ترضع الأم زهرة. ما الذي ذكرنا؟ ذكرنا زهرة، وزهرة هي المشبه به. إذا المشبه به موجود أمام موجب. هل ذكرنا الرضيعة في المثال؟ لا. إذا فهو محذوف وهو المشبه. إذا المشبه به محذوف والمشبه به مذكور. إذا استعارة صريحية. أحسنتم بارك الله فيكم، قد عرفتم أنها استعارة صريحية لأن المشبه به مذكور. إذا ذكر، لاحظ معي، نعود إلى الجدول، إذا ذكر المشبه به فإنها استعارة تصريحية. أرجعت الجليس إلى الرفوف. أرجعت الجليس إلى الرفوف لزيبالة. أرجعت الجليس. إذا ما هو الشيء الذي أرجعه أيها الأحباب إلى الرفوف؟ أدخل أستاذ، الشيء اللي أرجعه إلى الرفوف هو الكتاب، هو الكتاب. إذا هل أقول، إذا الكتاب هنا، هل أقول أيها الأحباب، هل أقول أرجعت الجليس الذي يشبه الكتاب، أو الكتاب الذي كتاب الذي يشبه الجليس والصديق الحميم؟ إذا هل أقول أرجعت الكتاب اللي يشبه الجليس، أو الجليس اللي يشبه الكتاب؟ أدخل لسان أرجعت الكتاب، هذا الكتاب يشبه الجليس، يشبه الصديق، لأنني أجالسه وأخذ معه وأعطي ويفيدني أكثر مما يفيدني صديق آخر. إذن هنا عندما نشرح ونفسر التفسير ونشرح شرح البلاغي نقول شبهنا أبنائي الكتابة بالجليس. إذا شبهنا الكتابة حاو أبنائي بالجليس بالصديق، يعني احنا شبهنا الكتاب بالجليس حيث ذكرنا المشبه به مستعار وهو مستشكر كما الجليس. احنا ذكرناه بريزة، موجود موجب، وهذا طبعا سالب. وحذفنا المشبه المستعار له وهو الكتاب على سبيل الاستعارة، معذرة مش المكنية، على سبيل معذرة سأمسحها، معذرة أخطأت فقط، خطأ مطبعي، على سبيل أيها الأحباب الاستعارة التصريحية. إذن الاستعارة التصريحية على سبيل الاستعارة، إذن على سبيل الاستعارة التصريحية، إذن الاستعارة التصريحية التصريحية. إذن أبنائي الأعزاء أرجو أنكم قد فهمتم عن مكنية نحذف المشبه به أن يكون سالب ناقص، وفي الاستعارة التصريحية أصرح بالمشبه به، ستجدون المشبه به موجب أي مذكور. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لقاءنا إن شاء الله في حصص أخرى سنراجع أبنائي الأعزاء الكناية وأنواعها، ثم بعد ذلك الفرق بين الاستعارة والكناية، وبعد ذلك دروس أخرى. إذن سلام عليكم أيها الأحباب. حاب تقرا اونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرا من دارك. منصة دروسكم، علم، امان، امتياز.